خير على حضراتكم جميعا. النهارده من شركه السليمانيه بنقدم لكم افخم وارقى غساله اطباق موجوده في السوق المصري. النهارده بنقدم لكم غساله اطباق 14 فرد من شركه السليمانيه، غساله اطباق بومان الالمانيه اللي قدام حضراتكم دي، ارقى وافخم غساله اطباق موجوده حاليا. النهارده بنقدم لكم الغساله قدامكم 14 فرد، بتكون 3 رف، طبعا رف للحلل والاطباق، والرف اللي فوق بيكون برده للكاسات والاطباق الصغيره والفناجين واطباق الفناجين، والرف الثالث بيكون للشوك والمعالق والسكاكين. كل حاجه هتحتاجيها تلاقيها في الغساله اللي قدام حضراتكم، بتكون 3 رشاش وبتكون 14 فرد. زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، الغساله اللي قدامكم كتحفه فنيه موجوده في مطبخك، مش بس مجرد غساله، غساله شيك، غسالة أنيقة موجودة في المطبخ، وفي نفس الوقت كفاءة عالية جدا وماتيريال عالي. زي ما بان قدامكم طبعا غسالة لون السيلفر اللي بان قدام حضراتكم من أنقى وأجود الأنواع، غسالة بومان ألمانية موجودة النهاردة، تقدروا تطلبوها من السليمانية من خلال رقم 0-100-142-4899 أو من خلال صفحتنا السليمانية ستور، أو من خلال الفرع بتاعنا في المهندسين منطقة أرض اللواء. طبعا غسالة قدام حضراتكم مش موجودة غير عندنا في السليمانية، زي ما طبعا معودينكم دايما بالأجود وأفخم الأجهزة الألمانية. النهاردة بنقدم لكم الغسالة اللي قدام حضراتكم، طبعا غسالة أطباق عالية جدا جدا من بومان الألمانية، تقدروا تطلبوها أو تقدروا تيجي تتفرجوا عليها عندنا في الفرع، فرع المهندسين منطقة أرض اللواء، أو تقدر تستفسروا عنها عن خلال رقم 0-100-142-4899. الغسالة اللي معانا النهاردة زي ما اللي قال أستاذ صبري كده، هي بتبقى زي ما قلنا 14 فرد، وعرضها 60x60، والبراند والموديل والنوع بومان ألماني، سيلفر 60 سنتي، موديل جي اس بي 7410. ادي الغساله اللي معانا زي ما قلنا، هي 3 رف و3 رشاش و6 برنامج، وموفره في الميه، وموفره في الكهرباء، وكمان استانلس ده يصدق طويل الامد، واسعه غساله محترمه جدا.